نروح مع بعض ونشوف باقي المحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا ونتكلم على 9 أيام متبقية على مباراة الأهلي الأولى في مونديال الأندية. أوكلاند سيتي بيتصدر أكثر قائمة الأكثر فرق مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، 9 مشاركات، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني ب6 مشاركات، وريال مدريد الأسباني في المركز الثالث في القائمة ب5 مشاركات. 9 أيام على كأس العالم للأندية، أجواء المونديال، والأهلي نادي القرن، ممثل الكرة الإفريقية في هذه البطولة الكبيرة. آخر حاجة معايا في صفحة يلا كورة، بيتكلموا على إحصائية متعلقة بالاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء من المدافعين الأكثر إحرازا للأهداف خلال الفترة الأخيرة. علي معلول بيحتل المركز الرابع في قائمة أكثر المدافعين تسجيلا للأهداف في العقد الأخير وفقا للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء برصيد 68 هدف، معدل تهديف عالي جدا لعلي معلول، أبرز لاعبي النادي الأهلي. طيب، نقطة كانت مهمة جدا في هذا الشأن، لكن عايز أتكلم كمان على حافلة النادي الأهلي في قطر. منذ قليل اللجنة المنظمة المحلية في الدوحة أعلنت عن الحافلة اللي الفريق إن شاء الله هيكون معاها أو مخصصة للفريق خلال وجوده في قطر من يوم الجمعة القادم حتى آخر مباراة، واليوم التالي لآخر مباراة مع النادي. نتمنى يا رب بإذن الله تكون آخر مباراة يوم 11 فبراير، لكن زي ما انتم شايفين حافلة مخصصة للنادي الأهلي، وعايز أقول لكم في مفاجآت كبيرة جدا بتنتظر بعثة النادي الأهلي فور الوصول. هنقول لكم بالتأكيد خلال الفترة الجاية على هذه المستجدات، لكن إن شاء الله بإذن الله تكون رحلة موفقة ومشاركة متميزة. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند.